مت قبل هذا، وكنت نسيا منسيا. ليته لم يسمع أحد باسم مريم ولم يعرفها قط أي إنسان. لك الحمد يا رب، لك الحمد. أليسابيت، أليسابيت، ماذا حدث؟ أليسابيت، ولد المسيح. نعم، لقد ولد المسيح. يا مريم، يا مريم، أيتها السيدة مريم، مباركة لك كلمة الرب. مما تشكين؟ الجوع؟ العطش؟ انظري إلى الأرض تحت قدمك، فجر لك الرب تحتك عينا. أترين يا مريم كيف لم ينسك ربك؟ والآن اشربي منها حتى ترتوي. يا مريم، أما زلت حزينة؟ هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أترين إن الرب جعلها محملة بأعتاق الرطب؟ كلي يا مريم وقري عينا، فإن عليك أن ترضع المسيح. كلي أكثر، فإن أمامك طريقا طويلا. عليك العودة إلى أورشليم. إلى أورشليم ومع هذا الطفل؟ وكيف هذا؟ فلا أحد منهم سوف يصدق كلامي، لا بل وسوف يتهمونني.
ولكن إذا كانت تلك إرادة الرب سبحانه فأنا مطيعة له على الدوام. عندما تعودين إلى المدينة لا تكلمي منهم أحدا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فإن ولدك هو الذي سيكلمهم بإذن الله. انظروا هناك إلى الأعلى، امرأة وطفلها. إنها مريم. نعم إنها مريم، ولكنها تحمل طفلا. تحمل بين ذراعيها طفلا؟ نعم. أرييل ويوشع أسرعا واخبرا السيد ياسكار، قولا له إن مريم قادمة إلى المدينة مع طفلها. أعلموا جميع الناس، هيا اذهبوا بسرعة، عجلوا هيا. مريم قادمة إلى المدينة مع طفلها. أبلغ الكهنة بهذا الخبر. حسنا، سوف أبتهم قطعة من هذا الكهنة. ما الذي يحدث؟ أينتظرون أحدا؟ أنا لا فكرة لدي. اصبروا اصبروا قليلا، تحملوا قليلا. إلى الخلف إلى الخلف، ارجعوا إلى الخلف. هيا دعوا مريم تأتي، فقد هيأنا أنفسنا واستعدينا لتنفيذ الحكم الإلهي بحقها. إنها مريم. إنها هي. أجل مريم، جاءت مع طفلها. إنها هي. أجل، إنها هي. لقد عادت. قد عادت إلينا مريم القديسة أخيرا، ولكن ليس بمفردها. هل هذا الطفل لك؟ لقد أنجبت من غير زواج. أتت ومعها إذا فقد أقرت بأن هذا الطفل هو طفلها. ماذا يجب أن نفعل بها؟ لا لا،
مريم، لما قمت بهذا؟ كنا نعقد كل أمالنا بك، أرجوك. ما هذا العار يا مريم؟ فلتقر عين زكريا. اسمعيني، لقد أتيت بالعار للجميع ولك يا مريم. أنت مذنبة يا مريم، مذنبة. ما الذي أراه يا مريم؟ كيف أصدق عيني؟ ليس هناك من صعوبة في أن تصدق عينك يا سيد هلال. ألم أقل لك إنها مرائية؟ لقد احتالت على الجميع بريائها وتظاهرت بالطهارة والخدمة، ولكن ما الذي نراه الآن؟ إنها تعود على ذراعها طفل، ثمرة الذنب. الويل لليهود. العار لك يا مريم. ما الذي حصل؟ أين كنت؟ مريم، ابنة عمران النبي، ما كان أبوك رجل سوء ولا أمك امرأة بغاء يا مريم. ما هذا العار الذي جلبته؟ يجب علينا أن نحرقها، فهذا هو جزاء نساء الكهنة إذا ما ارتكبن مثل هذا الذنب. يجب أن تحرق. لا لا، النار، النار وحدها هي التي تطهرها. يا مريم، تكلمي ودافعي عن نفسك. تتكلم؟ ألا تنظر إليها لا تجيبنا وكأنها صائمة؟ في الحقيقة إن أي شخص آخر كان مكانها لفعل مثلها. قولي شيئا يا مريم، قولي شيئا. أسكت يا زكريا، إنك. ولكن ماذا يفعل هؤلاء بها؟ لو لم نتركها منذ البداية تخدع الناس بريائها لما وصل بنا الأمر إلى هذا الفعل المشين. سود الرب وجهك، سود الرب وجوهكم جميعا، فإنكم تتهمون مريم من غير بينة. إنها أطهر امرأة على وجه الأرض. فليسود الرب وجهك، أنت الذي ألحقت بمعبد بني إسرائيل مثل هذه الفضيعة. لماذا لا تقول شيئا يا سيد هلال؟ إنك شريك في هذه الفضيحة أيضا، أليس كذلك؟ نعم، إنه شريك، إنه شريك. يجب معاقبة مريم وزكريا من غير رحمة. إن هيرودس مريض جدا، وإذا ما نجت مريم من هذه الفتنة أبعدوها عن المدينة، فالجند يراقبون المكان. يجب أن نحرقها. تكلمي، تكلمي، هيا اقطعي صيامك. من الذي أمرك بالصيام؟ ألأنك لا تستطيعين الدفاع عن نفسك؟ لماذا أنت صامتة هكذا؟ ما هذه الفضيحة؟ وماذا يعني هذا؟ لمن تشيرين؟ تطلبين منا أن نسأل؟ مريم، هل تسخرين منا؟ ما هذه اللعبة الجديدة؟ إنها تريدنا أن نتكلم مع هذا الطفل. يا مريم، هل تظنيننا مجانين؟ لقد ذهب ذنبك بعقلك. وكيف لنا أن نتكلم مع طفل لم يزل في قماطه؟ أترون إلى أين وصل بنا الحال؟ إنها تريد منا أن نتكلم مع وليدها هذا. ماذا تنتظرون إذن؟ هيا تقدموا وسلوا هذا الوليد. يا سيد هلال، يا سيد صدقيا، يا سيد يربعام، ويا سيد نتان، كهنتنا المحترمين، أشراف المدينة، يا أيها اليهود، لماذا لا تستجيبون لهذا الطلب؟ في الحقيقة إن هذا العمل يحتاج إلى شجاعة فائقة. دعكم منه إذن، سأقوم بهذه المهمة بنفسي. نعم، أنا سأتكلم معه بالنيابة عنكم أنتم أيها الحضور الكرام. عرف عن نفسك أيها الطفل العزيز ليعرف الجميع من تكون ومن أين أتيت. و عند ذلك تكلم الطفل وهو في حضن والدته وقال:
إنني أنا المسيح عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا، السلام علي يوم ولدت، ويوم أموت، ويوم أبعث حيا. وجعلنا مريم وابنها آية للعالمين.